السلام عليكم. كيف ما وعدتكم في الفيديو ديال مدينة ورزازات، هانا اليوم جبتكم باش تساروا معنا في قصر أيت بن حدو. هذا القصر كيتعتبر منطقة سياحية مهمة بزاف، وكيجيو ليه الناس من جميع دول العالم. وحتى نتوما ان شاء الله ملي تجيو لمدينة ورزازات ضروري تجيو تشوفوه وتساروا فيه، لان ما بعيدش بزاف على المدينه، يعني بينه وبين ورزازات 30 كيلومتر وصافي. وغتسولوا على قريه اغرم، هي اللي فيها هذا القصر، وبصفه عامه هو ما محتاجش يعني معروف بزاف واحد الدرجه ما تصوروهاش. غادي تلقاو بزاف المحلات ديال البازار، فيهم قطع فنيه رائعه بزاف. يلاه معنا نشوفوا التحف اللي في هذا المحل. مؤخرا ولاو بزاف الناس يقلبوا على هاد الدبال ديال النحاس وباغيين يشريوهم، لانهم مفيدين بزاف ضد الروماتيزم. وهنا غادي تلقاوهم موجودين ماشي غير في القصر، حتى في ورزازات. والثمن ديالهم ما غاليش، ابتداء من 40 درهم، يعني كتبقى على حسب السواقه، على حسب الحال فيه ديال النحاس والديزاين اللي بغيتو. احنا وصلنا للقصر وغادي ندوزو من القنطره باش ندخلو ونسالو فيه. هاد الواد اللي كتشوفوه هنا شف دابا سميتو الواد المالح، ولكن ملي كتكون الشتاء وكيعمر بالماء كيعطي واحد المنظر رائع لهذا القصر. وكيف ما كتشوفوا هذا القصر عباره على مجموعه ديال الديور تقليديه قديمه مصنوعه من الطين، ودار عليهم واحد السور كبير باش كيحميهم،
والمساحة كاملة ديال هذا القصر 1300 متر، وهو ضمن اللائحة الوطنية المغربية الأثرية. وماشي غير هكاك، حتى منظمة اليونسكو صنفاته في اللائحة ديال التراث العالمي الإنساني. شوفوا معايا الديور ديال هاد القصر كيفاش دايرين، والشكل ديالهم شحال مميز. وخصكم تعرفوا بان راه المغرب هو البلد الوحيد في العالم اللي فيه هاد النوع ديال البناء وهاد النوع ديال القصوره. يعني القصر هو مجموعه ديال الديور مجموعين بهذا الشكل ودار عليهم السور، عليها كيجولوا السياح من جميع انحاء العالم. ما تخيلوا شحال ديال الجنسيات كاينين هنا في هاد القصر هذا، كيجيو يشوفوا. واستغلوا هاد الستيل ديال البني بزاف ديال الافلام العالمية اللي تصورت هنا في القصر ايس محدو وفي استوديو اطلس فورزنس. واللائحة طويلة ديال هاد الافلام، شغادي نقول لكم، كاين دماني، كاين الرسالة، كاين بابل، الكسندر، كينغدوم اوف هيفن، ذا مان هو بي كينغ، ماركو بولو، المهم وزيد وزيد، يعني اللائحة طويلة. اش كيتحل ولا بغيتي نفس الطريقه؟ نفس الطريقه كتبقي هذاك الاخر اللي شفتي، هذا الثاني وهذا الاول. باقي زعما كيستعملوه فشي بلايص هكا ولا كيكون غير هكا؟ العرب كيديروهم في الشنادق. اها الشنادق ولا في كان الجلد كيديروهم، ماشي في كان الجلد بحال هذه الخدمه بحال هكا. احنا باقيين طالعين باش نوريوكم ديال الفوق. عندكم تايو؟ يلا معنا. Thank you.
واخيرا وصلنا للقمه، ولكن استاهل. شوفوا لي المنظر من الفوق كي داير. ودابا غادي نبداو رحله الهبوط، والحمد لله الهبطه سهله ماشي بحال الطلعه. يلا نشوفوا شنو كاين في الطريق. عاود احسن حاجه ممكن نتمناها دابا في هذه الحراره هي البابات. الله يرحم الوالدين. هاد المحل خاص بالزرابيط التقليديه، فيه بزاف ديال الشكيلات وديال الموديلات زوينين بزاف. يلا نشوفوهم. واللي ما شريت بزاف الرحلة ديالنا في قصر أيت بن حدو سالت. نتمنى يكون عجبتكم البلاصة وتساليتوا معنا مزيان. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا جيم واشتراك في القناة ديالنا. يلا هم معنا، سلام عليكم.